متتبعي قناة فائدة الأعزاء، اليوم غادي نتكلم لكم على شراب معجزة واللي ما كنعطيهوش أهمية كبيرة، ألا وهو شراب البقدونس أو ما يسمى عندنا بالمعدنوس. في العديد من الناس تيستعملوا المعدنوس كتوابل أو لتزيين الأكل، فهو نبتة طبية اللي ممكن زراعتها طول العام، لذلك تنوجدها متوفرة بكثرة في الأسواق. فشراب المعدنوس تعتبر من السوائل الجيدة والمدرة للبول، وتحفز كذلك على إفراز السوائل من الجسم، وتتم الاستعمال دياله لتخفيض الوزن وكذلك لتطهير المسالك البولية بطرح العديد من البكتيريا والرمل والحصوات. فهذا الشراب المعجزة تقوم بتنقية الكلي بصفة طبيعية، وتنصح به حتى للناس اللي تعانيوا من ارتفاع ضغط الدم. كيتستخدم شراب المعدنوس في الطب الشعبي لتخفيف آلام دم الحيض والدورة الشهرية، وبتناوله كذلك تقوم بتعزيز إفراز الحليب عند النساء المرضعات، وكذلك لتسهيل الهضم وضد الغازات في الأمعاء. في الحقيقة ميمكنش لينا من بعد سماع هذه الفوائد القيمة للمعدنوس نستعمله فقط كزينة فوق الأكل أو كتوابل، فشراب المعدنوس يساعد في تخليق العديد من البروتينات اللي تتساعد في صحة العظام والحماية من الفقدان ديالها. فالطب التقليدي تيستعملوه في التهاب المفاصل والنقرس والتحكم في نسبة السكر في الدم، وغني كذلك بمضادات للأكسدة وفقا لدراسات علمية دارت في 2006. فهاد المضادات الأكسدة كتمنع تطور الكبد الدهني، وبينات كذلك أن المكونات الطبيعية للمعدنوس تتقلل من حجم الأورام لسرطان الثدي. وظهرت دراسات أخرى نشرت في 2012 أن زيت المعدنوس الأساسي يمكن لنا نعالج به حالات الحساسية الموسمية. والقيمة الغذائية لأوراق المعدنوس غنية بالفيتامينات والمعادن، وكتعتبر كذلك مصدر مهم لفيتامين سي، ويفضل تناول المعدنوس طازج لأن الطهي ديالو تيفقدو العديد من المكونات الأساسية. وبمضغ بعض الأوراق ديالو كذلك كتطرد الريحة الكريهة للفم. وأوراق المعدنوس تتحتوي على فيتامين جيم وكاف والكالسيوم والحديد. وباش نحضروا الشاي المعدنوس يمكن لينا نغسلوا بعض الأوراق أو الجذور أو البذور ديالو، ونقوموا بالطرقات ديالها في الماء الفاتر، ونتركوها لمدة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، ومن بعد نصفيوه ونحاولوا ناخذوه 3 المرات في اليوم. وينصح بالاستعمال ديال الشراب ديال المعدنوس بنسبة قليلة للنساء الحوامل والناس اللي كتعاني من مرض الكلى المزمنة. والمعدنوس تحتوي على فيتامين كاف المسبب لتجلط الدم، فلهذا ما كنصحوش به بالاستعمال ديالو من طرف الناس اللي عندهم الميوعة ديال الدم او الدم الخفيف.